وزينب ما شاء الله، ايه في كمية قلوب حلوة قوي. أسطورة المطبخ المصري اللي مش مخليانا محتاجين حاجة، أشطر وأجمل وأحلى شيف في الدنيا اللي ما بيختلفش على حبها اتنين. ربنا يبارك لنا فيكي وما يحرمناش منك يا روح قلبي، بحبك، أنا بحبك أكتر والله العظيم. تسلمي لي يا زينبو حبيبة قلبي. سلمى محمود شيف فاطمة القمر، منورة الدنيا كلها، مليون مبارك لحضرتك حبيبة قلبي على تكريمك من اليوتيوب، حضرتك تستاهلي كل حاجة حلوة في الدنيا، وبعتذر جدا على التأخير بس حضرتك فعلا أحسن شيف. تسلمي روح قلبي. تسلمي لي يا سلمى، سلمى من اسكندرية، أنا كان بحبك قوي يا سلمى، نورتيني يا روح قلبي. أكاونت باسم عائلتي حياتي شيف فاطمة، ربنا يبارك لك يا رب ويجازيكي كل خير. أنا عملت بسكوت اليانسون وكيكة جوز الهند مرتين وطلعت تحفة بجد، تسلم إيدك، وعايزة حضرتك تعملي لنا النمورة عينيا من إيدك، وعايزة حضرتك تعملي لنا كيكة الليمون، وتسلم إيدك على كل حاجة بتعمليها، بحبك، بحبكم أكتر، وتسلم إيديكي وفرحتيني جدا بحاجاتك الحلوة اللي أنت عملتيها. عندنا هويدا، هويدا رجب بتقول لي احلى شيف فاطمه. نقلب بس كده المشبك، لا لسه شويه، لسه سنه. احلى شيف فاطمه في الدنيا، بحبك جدا وانا متابعاكي على طول وبطبق احلى وصفاتك، ربنا يبارك فيكي يا رب ويبارك لي فيكي يا حبايب قلبي. يلا ابعتوا لنا بقى صور اكلاتكم كده وعملتوا ايه، واحكوا لنا عملتوا ايه، حتى لو ما فيش صور قولوا لي عملتوا ايه وعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي منى عامر. أحلى صباح لأحلى شيف، بحبك موت، متابعاكي، ولو فاتني حلقة لأي ظرف بحس إن اليوم ناقصه كل حاجة، وصفاتك كلها جميلة خصوصا البسبوسة تحفة، وصفاتك كلها مظبوطة وجميلة، تسلم إيدك وشكرا على كل حاجة بتعمليها يا روح قلبي، بجد تسلمولي والله العظيم على الكلام الحلو ده. هبة محسن من المنصورة، مساء الورد والياسمين على عيونك الحلوين، الله يا هبة بتقولي شعر. ربنا يخليك ويحفظك ويسعدك ويفرح قلبك وحياتك كلها يا شيف بطوط، انا بحبك قوي، وتسلم ايدك على كل حاجه حلوه. ممكن عجينه واحده لعمل الكرواسون والباتيه بالتوريق؟ طبعا طبعا، هي نفس العجينه، احنا عاملينها كتير في التلفزيون وعاملينها برضو في فيديو ليها، فيلا على طول شوفي الفيديو وجربي. مي طارق، ازيك يا ميويا حبيبتي، بيج فان عندي. احلى واجمل ورق شيف فاطمه في الدنيا كلها، ربنا يبارك لنا في حضرتك وتسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها، جربت الحواوشي وطلع جميل قوي، الف هنا وشفا. رحاب زيدان بتقول لي احلى فطومه في الدنيا، والله انا بحب المطبخ جدا وشاطره فيه، رغم كده بحب اتفرج عليكي واشوف كل وصفاتك وبنتعلم منك كتير جدا سواء في الطبخ او طريقتك، انت ذوق 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 جدا وشيك ورقيقه وقدوه لينا بجد، انك تخرجي بالشكل القمر ده انت حقيقي مبدعه يا شيف فاطمه يا روح قلبي. تسلمي لي يا رحاب على الكلام الحلو ده، تسلمي لي بجد والله، يعني كلك ذوق. ملائكه الرحمن، صباح الورد والفل والياسمين على عيونك الحلوين حبايبي والله. ممكن اعرف طريقه العزيزيه وكيكه البطاطا؟ ربنا يجازيكي كل خير. حاضر عينينا ريهام، لو نقدر ننزل العزيزيه، احنا كنا لسه عاملينها اعتقد قريب، وكيكه البطاطا نعملها لك، عيوننا ليكي. ابتسام محمود، احلى شيف فاطمه في الدنيا كلها، انا اتعلمت من حضرتك الانجاز في المطبخ من وصفات حضرتك، وده فرق معايا كتير كتير، ربنا يديمكم نعمه في حياتنا حبيبتي يا ابتسام، تسلمي لي. نسائم الرحمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبيبتي عامله ايه؟ وداليا بحبكم كتير حبيبتي، وتسلم الايادي تحفه جدا جدا حبيبتي، تسلمي لي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. ربي يعطيك الصحة، متابعتك من ليبيا، وأم زوجي ما تفوتش حلقاتك حبايبي في ليبيا، ما شاء الله عندنا مشاهدين كتير ومتابعين كتير من ليبيا، بنحبكم هلبة هلبة. أماني، أحلى شيف فاطمة في الدنيا، ربنا يحسن ما بين إيديكي، وأتمنى أبقى زيك في يوم من الأيام إن شاء الله تبقي أحسن، ولأني بحب الأكل والحلو والمطبخ بكل مشتقاته، على البركة يا روح قلبي، ربنا يسعد أيامك يا رب، وإن شاء الله تحققي كل اللي بتحلمي بيه، اللهم أمين يا رب. زهرة البستان، أنت أحلى وأجمل حاجة في الدنيا، لو قلت لك إني بحبك قد إيه مش هتصدقي، أنا فخورة بيكي أوي أوي جدا، أغلى الغاليين يا ست الحبايب، بحبك 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 والله العظيم. اسلمي لي اسلمي لي يا هبة والله، الكلام الحلو ضيع الصداع يا جماعة. ولاء عادل بتقول لي تسلم ايدك يا شيف على كل حاجه بتعمليها، البسبوسه جميله جدا بس بتطلع طريه جدا مني، واول ما احط اللبن والسمن على السكر المكرمل بيمسك كده ومش بيفك معايا، ايه السبب؟ بيمسك لان اكيد اللبن اللي بتحطيه سائع بزياده، دفي اللبن
ونزليه واحده واحده وقلبي وسيبيه على نار هاديه بسيطه، هتلاقيه فك معاكي والدنيا بقت زي الفل. تمام. ولو بتطلع منك طريه قوي قوي ما تحطيش كل الشربات، سيبي شويه. اسماء شريف، ربنا يجعل كل الدعاء الحلو ده من نصيبك، وانا بطلب منك الدعاء ان ربنا يقويني ويعوضني في اولادي. انا زوجي لسه متوفي، خايفه ما اقدرش اكمل حياتي بعده لاني كنت بحبه قوي. يا حبيبتي يا اسماء، ربنا يا حبيبه قلبي يربط على قلبك ويصبرك ان شاء الله ويقدرك ويعينك على اللي انت فيه. لا انت لازم تجمدي ولازم تبقي اقوى من كده، انت وراكي مسؤوليه كبيره. اكيد ربنا حطك في الموقف ده عشان عارف انك انت هتتحملي ده، فاجمدي كده وربنا يعينك على اللي انت فيه، وتاكدي ان كل ده ان شاء الله هيبقى في ميزان حسناتك. فيعني احتسبيه عند الله اهم حاجه، وتوكلي على الله واستعيني بالله كده، وان شاء الله ربنا هيقويكي وهيكرمك باذن الله يا اسماء. يعني احنا دايما بنقول عندنا ستات بميت راجل والله العظيم، يعني كتير مثلا الست تتوفى والراجل ما يقدرش يقوم بالمهمة دي، ما يقدرش يقوم بمهمة الام والاب في نفس الوقت، انما الام سبحان الله ربنا بيعينها ويقويها وتقدر تقوم بالدورين على اكمل وجه. فربنا يعينك يا حبيبة قلبي ويقويك، يا ريت كلنا ندعي لها ان شاء الله. كل بيتفرجوا معايا الشاشة عندنا في كيو ار بالموبايل، هتفتحي الكاميرا وتخشوا عليه علشان تدخلوا على البيج تكتبوا لنا، وعلى البوست على طول علشان تكتبوا لنا تعليقاتكم واسئلتكم وان شاء الله نجاوب عليها. احنا خدنا كل ده تمام. وليس لي الا الله، انت احلى شيف، ده اسم الاكونت. انت احلى شيف وانا بتابعك على طول، ربنا يحسن ما بين ايديكي، والله احنا بنحبك خالص، انا كمان بحبكم جدا. بعد اذنك ممكن طريقه سهله للحمه المشويه، وشكرا يا شيف. بصي يا روح قلبي، اللحمه المشويه دي سهل الممتنع. يعني ايه؟ يعني اهم من التتبيله بتاعه اللحمه، اللحمه نفسها، قطعه اللحمه اللي هتشويها دي اهم حاجه في الموضوع. كل ما اخترتي قطعه اللحمه من مكان في الدبيحه كويس، الدبيحه نفسها تكون سنها صغير، كل ده يفرق معاكي جدا وهتستوي معاكي من البخار. اما التتبيله بتاعتك فهتبقى عباره عن ميه بصل، مش هنحط حاجه فيها الياف، يعني مش هحط مثلا بصل مبشور، لا ميه بصل، هنحط ملح وفلفل، بهارات لحمه، هنحط عصير ليمونه ومعلقه خل، هنحط شويه زيت صغيرين، وهنحط كمان رشه بسيطه كده من الحبهان البودر، رشه بسيطه خالص، وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه. ما تنسيش احنا قلنا ملح وفلفل، قلبي كله مع بعضه، وهتنقعي فيها اللحمه وبعد كده هتشويها على طول، هتطلع معاكي تحفه جدا جدا. سلولي بتقول احلى شيف فاطمه في الدنيا، انا اللي دايما بيقولولي ان شبهك، يا رب انت قدوتي وحبيبتي ومعلمتي وتعلمت منك كتير جدا جدا، بحبكي احلى شيف حبيبتي، ده شرف ليا انك تكوني شبهي، ان شاء الله تبقي احسن كمان وكمان. ملك روحي بتقول لي الشيف فاطمه العسل، اليوم بيكمل لما بشوف ابتسامه حضرتك الرقيقه. حبيبتي القرص الطريه بطريقه حضرتك كالعاده، كل حاجه بتطلع مظبوطه جدا، ميرسي ليكي. يا خبر على شويه القرص اللي معمولين تحفه، محتاجين كوبايه شاي بلبن ويتاكلوا بالهنا والشفا. انا هفتح الصوره وعايزاكم تشوفوها معايا. مين يا استاذ حمدي؟ اتمنى يكون التليفون مبينها عند محمود. ماشي، بصوا شويه قرص، اللهم بارك، بجد حكايه. تسلم ايديكي وعينيكي يا روح قلبي بجد والله العظيم. كده ثواني نعلي الاضاءه شويه عشان يبين معانا. بصوا كده، الله على القرص، القرص خطيره يا جماعه ومنفوخه كده، وايه اللهم بارك، تسلم ايدك يا روحي. مكملين، بارك الله فيك يا شيف فاطمه، بحبك بحب وصفاتك جدا، ممكن وصفه البيتزا القطنيه، مفيش احلى من البيتزا بتاعتنا، يعني بجد عن تجاربكم انتوا ومن تعليقاتكم انتوا، فننزلها لك برضو. ميرنا صلاح بتقول مساء الفل على حضرتك، بحبك جدا، ماما اتعلمت منك البسكوت الساده والمكرونه بالبشاميل، تسلم ايديكي، تعيشي وتعلمينا. حبيبتي يا ميرنا تسلمي لي انت وماما. ومقادير العزيزيه معانا على الهوا عشان اتطلبت مننا، تقدروا يلا تصوروها، وطريقتها سهله وبسيطه جدا جدا جدا، من اسهل الحاجات الحلوه اللي ممكن تتعمل، وبرده مكوناتها مش مكلفه، ودايما بتبقى عندنا في البيت. طيب نهال
بتقول لنا حبيبتي ما شاء الله على وصفاتك تحفة جدا ومقاديرها مظبوطة. الحمد لله والله. لو ممكن تنزلي مقادير الفاج كيك اللي عملتيها يوم الخميس. يلا هننزلها لك عيوننا يا نهال. نهى ياسين بتقول صباح الورد والياسمين وكل حاجة حلوة، بحبك جدا جدا وكل حاجة منك روعة تحفة جدا. ممكن وصفات البطاطا عشان ولادي للأسف مش بياكلوها، ويا ريت لو تدخل في وصفة كيك، وشكرا ليكي عينينا الاتنين. يبقى هندخل يا ريهام، هنعمل كيك بطاطا، هنعمل عيش بالبطاطا، تمام خلاص عينينا ليكي يا روح قلبي، هنعمل لك وصفات كتير بالبطاطا. أمنية، أمنية الشطورة دي من التوب فانز اللي عندي وما شاء الله عليها، بتحب تعمل الوصفات. انا هوريكم الوصفة بتاعتها دلوقتي بس نقرا تعليقها الاول. شيف فاطمة حبيبتي تسلم ايديكي على كل حاجة بتعمليها وتعلمتها منك، انا ما كنتش بعرف اسلق مكرونة والله، واتعلم من حضرتك كل حاجة، ما اعرفش اطبق وصفات غير لحضرتك. شكرا ليكي من قلبي، وده اخر تطبيق لوصفات حضرتك امبارح، بسكوت المالح. انا أمنية سيدي بشر. أمنية دي ليها معايا موقف حلو قوي، يعني يدل على الحب الكبير. أمنية من سيدي بشر، وأنا كان عندي إيفنت في اسكندرية بس ناحية برج العرب، فعايزاكم تتخيلوا المسافة من سيدي بشر لقرب برج العرب، وجات لي مخصوص علشان تشوفني. فبجد يا أمنية أنت من الناس اللي أنا بعزها جدا، وعاملة البسكوت تحفة جدا جدا. ده البسكوت المالح، برافو عليك يا أمنية، باين معانا كده ما شاء الله. تسلموا يا جماعة والله، تسلمي يا أمنية. ونكمل. دي سيلة عادل بتقول لي تسلم ايدك على كل حاجة بتعمليها، كنت عايزة اسأل على تسوية الشيش طاووق في الفرن او البوتاجاز، لان بعمله بيفضل مدة طويلة وبيطلع ناشف، وعايزة طريقة لتخليل اللفت تخليه يفضل مدة طويلة، وربنا يجزيكي عنا كل خير. استنونا ان شاء الله، احنا اللفت معانا الاسبوع ده هنعمله مع بعض على الهوا. اما تسوية الشيش طاووق، اي حاجة فعلا بتطول بتنشف، سواء بقى لحمة بتتشوي في الفرن او فراخ او مثلا مخبوزات، علشان كده لما تيجي تشوي الشيش طاووق الافضل ليكي انك تشويه على جريل على البوتاجاز او على الفحم، الاثنين هيدوكي نتيجة حلوة قوي، تمام. اما الفرن ففعلا بيطول معانا شوية وبيخلي الفراخ ناشفة. مامة زين بحبك جدا، بحبك جدا. زاد ممكن تقولي لأختي حبيبة عصام كل سنة وهي طيبة. يبقى زاد بتقول لأختها حبيبة كل سنة وهي طيبة. ما شاء الله عليك يا شيف، كل حاجة جميلة من إيدك، اللهم بارك. تسلمولي يا حبايبي. أمنية تاني عشان تعرفوا إن أمنية شطورة، الرز المعمر بطريقتك يا شيف، تسلم إيدك اتعلمت منك كل حاجة. الله أكبر، الرز المعمر الخطير، يا خبر جوعتينا جوعتينا يا أمنية. ويلا نشوف باين معانا الأخبار، باين طاجن الرز المعمر الخطير. ثواني كده خلي الإضاءة على الآخر، هي أعتقد كده باين أكتر، أنور بيضحك أهو. تسلم إيدك يا أمنية بجد، يعني هو دايما الوقت الحلو كده بيخلص بسرعه. ربنا يكرمكم. التعليقات حلوه قوي يا استاذ حمدي، يعني هنختم كده من غير ما نقراها بجد ولا كفايه؟ طيب خلاص، احنا هنجاوب بس على الفادج كيك علشان نبقى السؤال اللي اتسالناه جاوبنا عليه، وتعليقاتكم الحلوه قوي دي بجد على دماغي من فوق، تسلموا لي والله. يلا نقول المقادير بتاعه الفادج كيك. عندنا ايه بقى هننزل بيها؟ طيب عندنا المقادير هتبقى عباره عن كوبايه ونص من اللبن الرايب، كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، كوبايه كاكاو خام منخوله، عندنا 3 بيضات، وعندنا كوبايتين ونص من السكر، كوبايتين ونص من السكر، وربع كوبايه زيت، ربع كوباية زبدة دايبة، وكوباية ونص من المية السخنة. هندوب فيها معلقة كبيرة من النسكافيه من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وذرة ملح بسيطة. وعندنا كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر.
اما التوبنج بتاعها او الجناش بتاعها بيبقى عباره عن بار من الشوكولاته الخام، هنضيف عليه حوالي نص كوبايه من الكريمه اللي هي كريمه الطبخ او كريمه الخفق ايا كانت، ونعمل الجناش بيها. اتمنى ان تتفرجوا على التفاصيل بالظبط وطريقه عملها عشان تطلع معاكم مظبوط.